علاقات الأقارب على الأولاد هو موضوعنا التالي لليوم مع أخصائية التربية الخاصة سهير سعد. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم، بونجور ريتا، ميرسي على هالاستضافة الحلوة. يعني أنت ضيفتنا الدائمة، دائما بننطر وجودك معنا كرمال حتى نعرف كيف بدنا نتعامل مع هالولاد بالمشاكل اليومية يلي منكون عم نعيشها. اليوم موضوعنا كمان منعيشه دايما، في كتير ولاد بيتعلقوا بأحد أفراد العائلة ومنحسهم أنه فعلا بيتأثروا بكل شيء بيقولوا لهم إياه هالأشخاص حتى أكتر من أهلهم. خلينا حتى نبدأ بالموضوع نحدد مين إني هالأهل وهالأقرباء يلي بيقدروا يأثروا على أولادنا. أول شيء كلنا بنتعلق بحدا بالعائلة كتير بنحبه، بيكون هو كتير عم بيعاملنا منيح وبتلاقيه إنه كتير بيهتم فينا أكتر من البقية. بس بشكل عام لازم يكون تأثير الطفل بس من أمه وبيه، هيدي بالتربية السليمة كرمال كل شيء يتلقى من أهله مش من حدا تاني، سلوكيا وأخلاقيا، يعني كل شيء الولد لازم ياخده من أهله مش من الأقرباء. أوكي. فكرمال هيك نحن منشدد انه يكون التأثير بس من البي والام على الطفل. طيب سهير، بالحالات يلي بيكون فيها طلاق او عدم وجود احد الوالدين بيقدر ياخذ هالدور احد افراد العائله؟ اكيد لما يكون في حاله طلاق او مثلا احد اطراف العائله البي او الام هن مرضى او عندهم وضع، اكيد الولد بده يتعلق، وخاصه اذا فقد امه او فقد بيه بده ممكن يتعلق بعمه اذا كان فاقد بيه او خاله، او اذا كان فاقد امه بده يتعلق بخالته بسته، او اذا في شيء نقص بالبيت فهيدا النقص هو بياخده من حدا من العائله. وبيقدروا يعوضوا هذا النقص بشكل اكيد ما حدا طبيعي. بيعوض محل حدا، سبق وحكينا بحلقات قبل مزبوط. انه الام ما حدا بياخد محلها وكمان البي ما حدا بياخد محله، فبيكون في تعويض مش تعويض كامل بس انه مجرد يعبي له جزء من هذا الفراغ اللي هو عم بعيشه. بمين بيتعلق اكثر شيء الولد عادة؟ بوقتنا هيدا الولد عم ينترك عند سته اذا ام عم تشتغل او عند خالته او عند عمته، الولد بيتعلق بالشخص اللي هو عم بشوفه كل يوم، اللي عم يتردد لعنده كل يوم، فاكثر الاحيان بتعلق بسته بخالته بعمته، ممكن الصبي اذا كان اول حفيد بالعائله كثير بيتعلق بجده، بصير انه رغم بيه موجود بصير جده بطله، يعني بياخذ كل القصص والسلوك من جده، فانه انا بدي جده انا بعمل مثل جده، فممكن البنت تتعلق بعمتها او خالتها، والصبي ممكن يتعلق بخالته وعمته، بس اكثر شيء بحس انه هو بده بطل بحياته جده، او ممكن يتعلق ببيه يعني يكون مثله الاعلى وخلص بس بيو هن يلي عم بيعطوه هيدي الصوره يلي مزبوط. هو بحاجه انه يكون عنده اياها. خلينا نشوف سوا نحن والمشاهدين فيديوز صورناهم مع اولاد ونشوف كيف بكون تعلقهم باحد افراد العائله، بنشوفهم سوا. تالين؟ نعم. ليكي مين بتحبي اكثر، عماتك ولا خالاتك؟ خالاتك؟ ليه؟ لأنه بجيبوا لي خيرات. طب وعمته؟ عمته رنا؟ كمان بدي يجيب لي خيرات بس أنا ما بشوفها. ليه ما بتشوفيها؟ لأن هي بيتها بعيد. ميرسي. هابي بيرثداي. شكرا هابي بيرثداي عليك. عيد ما روح حلوة ونورا أمورتي. ميرسي نورا. شكرا 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 شكرا. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Créma. Tu t'appelles Créma? Oui. Alors Créma, qui est ton préféré de ta grande famille? Tutti. Tutti, c'est tante Eva? Oui. C'est la sœur de ta maman? Oui. C'est ta seule préférée? Oui. Pourquoi tu aimes Tutti le plus? Oui, c'est ça. Ce que tu as fait, Tutti? Oui, 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 ma loupie.
هي بتغني لي كيك؟ إيه. Alors tu préfères Tutti؟ Oui. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hadia. Hadia, qui est ton préféré de ta grande famille? C'est Amani. Tu préfères tante Amani? Qui est Amani? Amani est malade. Elle est en Imarat, à Abu Dhabi. Elle est la sœur de ta maman. Pourquoi tu préfères Amani? انت ليه بتحبي اكتر شي اماني؟ Pourquoi tu préfères اماني؟ Je sais pas. يعني شفنا الهدية بتقدر تخلي الولد يتعلق بشخص مثل ما شفنا مع اول ولد كمان بعده عن اشخاص لو بحبهم ما بحس حاله عم يتأثر فيهم وايضا اللعب وقتها بيكون عم بيلعبوا معه كمان بيقدر يصير يتعلق فيهم اكثر شو في كمان غير اشياء فينا نقول انه خلي الولد يتعلق باحد اقاربه انه الجد كثير بيهتم بالولاد يعني حتى لو ما جاب لهم شيء او ما عطاهم كادو بتحس انه هن كثير بحبوه يمكن اذا قعد معهم بس ولعبوا اياهم وضحكوا هذا الشيء بشوفوه كثير حلو حلو وحتى فينا نقول انه لما يبعدوا عن الاشخاص اكيد بتخف شوي لانه هن مش كل يوم مع بعضهم عم بيتحدثوا مع بعض فبتحس انه بفضل الشخص القريب منه يعني ممكن الكبله ممكن الغمره هيدا تاثر بالولد اكثر من الكادو طيب هالشي صحي سهير لنمو الطفل اكيد كثير صحي يعني ايجابياته انه تعزيز اول شيء صله الرحم بين الاولاد واقاربهم بين ستهم جدهم يعني هيدا الشيء بخليهم بحسوا بالامان انه لو ماما راحت على الشغل نحن موجودين مع تيتا تيتا مثل ماما او عمته مثل ماما يعني هيدا الشيء بخلي الاولاد يرتاحوا نفسيا انه هن منهم لحالهم يعني بتلاقي فرق بين الطفل اللي بيروح على النيرسري والطفل اللي مع بيت جده بتحسيه كثير متعلق ببيت جده وبعيد عن الاولاد وفينا نقول كمان بخفف العبء على الام انه بتبطل كل شيء عليها ممكن يريحوا الام بيت الجد او الخاله بتخفف الضغط اللي هي عم تعيشه لما تظهر على شغلها بتحس حالها انه هي مرتاحه وكمان فينا نقول انه الطفل بصير بحس حاله انه ببيته ومحبوب واكثر من اشخاص اكيد أكتر. انه اشخاص كثير بتحبني خالته وعمته انه هن بيهتموا فيي لو ماما مش موجوده فهيدا الشيء بيساعدهم على نفسيتهم ترتاح وهن يرتاحوا الاهل طيب وشو سلبياته؟ كيف بيقدر هذا الموضوع ياثر سلبا على نمو الطفل او يمكن بعلاقته مع اهله؟ هذا الشيء بيأثر كثير سلبا يعني نحن قد ما بنحب الولد مش حنحبه على اهله يعني قد ما انا خالته او عمته جب له كادويات وضلعه وغنجه هو حيقعد معي ساعه بس هو حيرجع عند اهله وبيتعلم قصص يعني عند بيت جده يمكن عند اهله ممنوعه مثلا السوسات مش بوقتها انا لا ما بعطيها اوكي خد حبيبي مش بحبه هذا مش هذا الحب الزايد خي الناقص يعني انا لو حبيته للولد واعطيته شوكولا بس ما انا عم ضره يمكن امه بتعطيه وقت اللعب اما بيجي بيقول لي بدي العب بهيدي ايه اوكي مثلا التلفزيون انا كل بس بده بدور له اياه ما بقول انا جاي وقت شوي لعندي انه ما بيأثر يعمل اللي بده اياه طب ما انا عم ضره ما عم فيده يمكن كمان بيلقط الكلام البذيء يمكن مش من خالته او عمته يمكن من العالم اللي بيجوا يمكن الام ما بدها اياه هيدا الطفل يتعلم هيدا السلوك او هيدا الكلام البذيء نحن عم نعلمه قصص يعني وهي ما بقى قادره تعمل شيء بهيدي الحاله انه تحط اللوم على خالته او عمته او اللي قاعد معهم بخلال هي ما تكون بالشغل فهيدا الشيء شوي مش شوي كثير بأثر عليه سلبا يعني المربى ما بيكون أكيد. فعليا مثل ما الام او البي بيكون بدهم طيب كيف بنقدر نلاقي موازنه بين الاهل يلي بيكون معلق فيهم الولد بنفس الوقت يكون بعده محافظ على صوره الام والبي كمرتبه اولى بحياته اوكي اول شيء انا لما ابني عم بيتعلم سلوك مش منيح او يعمل قدامي شيء مش منيح انا ما بدي اقول له انه يمكن يكون من خالته تعلمها عم بعطي اكزامبل يي خالته منا منيحه انا ما بوجه التهمه على الشخص انا بقول خالته الشيء اللي عملته مش منيح انا ما بدي كره الصبي بخالته او بعمته او بسته او
بمين ما كان، وما بيجي بقول له مثلا انه ما تعمل مثل خالته، بقول له هيدا الشيء اللي عملته منه منيح. اول شيء بكسر هيدا الجليد، يعني ما بخلي الاهل انه يصير في خناق بين بعضهم. وتاني شيء المرونه، انا ابني ما حقدر اجي احطه ببيت باوضه لحاله، ابني بده يتعلم من خالته او من رفقاته، بده يتعلم، بده يتعلم شيء مش منيح وبده يتعلم شيء مش منيح، بده يكون صديقته يعني لابني او لبنتي، اجي فهمه انه هيدا الشيء نحن ما لازم نعمله لانه هيدا الشيء منه منيح، وبدي اقول له ليه منه منيح. اكيد. وبجي بدي وجه ملاحظه للشخص، للعمه او للخاله، بجي بوجه لها بطريقه انه شوي تكون محترمه، لانه انا ما فيني اجي الا بليز ما تعاطي مع ابني او ما تلعبي ابني هيك، بدي اجي الا انه هذا الشيء حياثر عليه سلبا. اكيد. ويكونوا الاهل متفقين انه اذا حدا من عائله البي يكون البي اللي عم بيوجه الملاحظه مش الام. وإذا من عائلة الأم تكون الأم عم بتوجه الملاحظة، لأنه أنا أمي بتتقبلني، بي بيتقبلني، بس أنا مرت عمي أو بنت حماية ما حتجي تتقبلني، حتقول لي كيف عم حيصير في مشاكل وتكبر القصص، بتبطل ضمن المعقول. طيب برأيك سهير معقول يكون في تقصير أوقات، تقصير من قبل الأهل، يعني الأم أو الأب، من هيك الولد بيلتجي لأحد الأقرباء وبيصيروا هن مثل اللي عم بينقذوه يمكن، او يلي عم بيكون الملجا لهالولد بيساعد اللي هو بيكون بحاجه له؟ ايه اكيد. لما انا ما عم بكون عم شبع ابني بهالحب والطمانينه والساعات الاهتمام اللي بعطيه اياها، اكيد بده يلجا لحيلا حدا، يمكن مش حدا من العائله، يمكن حدا برات العائله. فكر من هيك نحن دائما بنقول شبعوا اولادكم حب وحنان ووقت، يعني اعطوا ابنكم الوقت اللي هو لازم ياخده معكم، مش انا بجي تعبانه من الشغل ماني قادره اسمع صوته ومتكل ساعتها على احد. ما هو حينفر، حيصير خالته بتعمل اللي بدي، انا بقول لخالته لما اروح عند خالته، ما هيدا الشيء مضر، انا عم ضر ابني مش بس لحوالي. فكرمال هيك لازم انا اعطي وقتي لابني، اعطيه العاطفه، اعطيه الاهتمام، حسسه انه هو كل شيء بحياتي، قبل شغلي كل شيء بعدين بيزبط. بس الولد عم بربيه مره مثل ما بتعوديه بصير دائما يعمل. اكيد. وكل دقيقه بتمرق بهالحياه ما بنقدر نرجع نعوضها ولا بتقدر ترجع مره ثانيه. تحت هيك ننهي حديثنا عن هالموضوع، شو في عنا تيبس او نصائح بتحبي تعطينا اياها؟ اوكي. اول شيء انا بحب اقول للاهل انه ما تزعلوا اذا اولادكم تعلقوا بحدا من العائله، خالته او جده او عمته، هذا الشيء كثير حلو، واذا خاصه اذا كان هذا الشيء يعني ايجابي، يعني عم بيتعلم قصص من خالاته وعماته شيء حلو، اكيد نحن ما لازم نزعل. بس لما يكون في سلوك سلبي عم بيتعلمه الولد، ما عليه، واجهه واحكوا وقولوا اللي عندكم، لانه هيدا ابنكم انتم عم تربوه مره واحده. يعني والشخص الثاني لما انت عم بتعلمه على شيء مش حلو، او لما يقول كلمه بذيئه نضحك له ونزقف له ليك شو قال، ما هو حيحس انه قال شيء منيح، حيضلوا يقولها. يعني ما تاذوا اولادكم بهيدي الطريقه، او اذا عمل شيء حركه، ايه ما هو صار شاب، لا هو منه شاب، شاب بيتعلم قصص حلوه ليبين يعطي صورتنا قدام العالم برا، مش انا يروح ابني يحكي حكي مش حلو قدام العالم، شو حيقولوا؟ حيقولوا ما تربى منيح، مش يمكن امه ما بتنتبه له، ما بتعرف ابنها شو بيحكي او بيتصرف شيء مش اللوم حلو. اللوم دائما رح يرجع اصلا على الام والبي، يعني وخاصة على الام، على الشخص يلي قريب من الولد، على الام، لانه الام عم تعيش مع الولد اكثر من البي. فكرمال هيك بليز انه يجربوا يعطوا الولد شيء حلو يتعلموا، ويكون صوره حلوه عن الاهل بغيابهم، والعائلة المحيطة فيه يكونوا صورة حلوة كمان يتمثل فيكم، مش إذا عمل شيء حلو نحن نزقف له، لا ما بدنا نزقف له، نحن بدنا نحسسه إنه هو عمل شيء مش منيح كرمال لبعدين ما يعمله، ما هو حيرجع يصير عنده أولاد ويربوا أولادي على نفس الطريقة. أكيد. بدي أتشكرك سهير أول شيء لوجودك معنا، وجودك الدائم بمريم تي في، وبدي اتشكرك على كل هالنصائح، وهيك دائما كيف تلفتي لنا نظرنا لاشياء بنكون عم نعيشهم بيوميتنا، كيف نقدر يعني نتفاعل معهم وناخذ منهم الافضل لنا ولعائلتنا. ميرسي كثير ماريا ريتا، وميرسي كثير على هالاستضافه الحلوه، وبدي اتشكر اكيد مريم تي في. مشاهدينا بنروح لبريك.